السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنبتدي شرح كورس الماتيريال لأولى مدني. الماتيريال من المواد السهلة بالرغم من إن بيتقال عليها إن هي مادة حفظ ودش ومادة تقيلة، بس هي مش كده، هي محتاجة تتفهم. لو فهمت المادة هتلاقي إن هي سلسة جدا معاك، مش بتاخد منك وقت في المذاكرة، مش بتاخد منك وقت في إن أنت تستوعبها وتلمها. هي عبارة عن جزء نظري وجزء مسائل، الاتنين مرتبطين ببعض، ما ينفعش افصلهم عن بعض ولا اقول انا هحفظ النظري بس وخلاص كده، او انا هحل المسائل واحفظ القوانين وخلاص. لا، ما ينفعش، لازم افهم النظري كويس عشان اعرف احل المسائل، واحل المسائل عشان ما انساش النظري. النظري بيتنسي، فانا لما احل عليه مسائل كتير مش هنساه. في الاول خلونا نسأل نفسنا، هو احنا ليه كطلبة مدني بناخد ماتيريال؟ احنا هنستفيد بيها في ايه؟ انت دلوقتي كمهندس مدني بتتعامل مع ايه؟ بتتعامل مع شوية مواد، رمل، زلط، طوب، حديد وهكذا. هل ينفع اجيب شوية المواد دي واروح احطها على بعض وعامله بيها منشأ من غير ما اعرف عنها اي حاجة؟ لا طبعا ما ينفعش، دي كده مش هندسة. فانت لازم تبقى عارف المادة دي الخواص بتاعتها ايه، لما احطها في ظروف التشغيل هتعمل ايه، هتشيل حمل ايه. انا مش عارف المادة دي بتشيل حمل شد ولا بتشيل حمل ضغط، ولا هي بتتحمل قص، ولا انا مش عارف، فلازم اعرف ده كمان. ما ينفعش اجيب مادة اصلا ما بتشيلش حمل ضغط واروح احطها وشايلها ضغط، هتتكسر طبعا، مش هتستحمل. عشان كده ببساطة احنا بندرس ماتيريال عشان نعرف نتعامل مع المواد دي صح ونوظفها صح في المنشأ بتاعنا. طب هو احنا هنقعد ندرس كل حاجة في العموم عن المواد في المطلق كده كل حاجة؟ لا، احنا مش هندرس كل حاجة، احنا هندرس كل حاجة ليها علاقة بالهندسة المدنية، من أول المادة دي أول ما أجيبها من الطبيعة لغاية ما أحطها في المنشأ وأحملها. غير كده ماليش دعوة، ما يهمنيش. الحاجة المهمة بس إن الناس بتتعامل مع المادة على أساس إن هي مادة هتخش تمتحنها وخلاص. ما ينفعش، الماتيريال من المواد اللي مكملة على طول، ممكن دراستها في الكلية مش مكملة على طول، بس هي في الشغل مكملة على طول تقريبا لغاية ما تقول خلاص أنا بطلت أشتغل في الهندسة، هتشتغل بالماتيريال. اشتغلت مهندس ديزاين، مهندس تنفيذي، لازم هتشتغل بالماتيريال. في الفيديو ده ان شاء الله احنا هندي introduction عن خواص المادة. في الاول خلونا نشوف هو احنا هندرس خواص المادة بناء على ايه. انا عندي المادة دي انا حطها في منشأ ومشغلاها خلاص، المنشأ بتاعي ده موجود في الطبيعة، فالمادة متعرضة لظروف طبيعية، فبالتالي انا محتاجة اعرف الخواص الطبيعية بتاعت المادة دي عشان اعرف هي هتتعامل مع الظروف دي ازاي. فبنقول اول حاجة احنا بندرسها هي الخواص الطبيعية. طيب بعد كده انا قلت ان انا مشغلة المادة بتاعتي دي في المنشأ خلاص، هي شايلة حمل وخلاص وشغالة في ظروف التشغيل بتاعتها، يعني هي متعرضة لظروف ميكانيكية، فانا محتاجة اعرف برضو هي المادة دي هتتعامل مع الظروف الميكانيكية دي بناء على ايه ازاي. اخر حاجة واللي ناس كتير بتنساها هي الخواص الكيميائية. وبتقول لك هو احنا ليه هناخد خواص كيميائية وانا مالي بالكيمياء؟ هو انا الطبيعة دي او الجو اللي حوالين المنشأ في أبخرة، في غازات، في أملاح، في أحماض، في كل ده، وانا مش جايبة مادة معزولة، هي مادة محطوطة في وسط ده كله. فبالتالي لو انا المادة بتاعتي دي بتتفاعل مع حاجة من الحاجات دي، اما احطها في المنشأ هتتفاعل معاها، فانا محتاجه اعرف الخواص الكيميائيه بتاعتها كمان. فدي الثلاث خواص الاساسيه لاي ماده اللي احنا بندرسها. اول حاجه عندنا هنتكلم عليها هي الخواص الكيميائيه. زي ما قلنا احنا الماده بتاعتنا ممكن تتفاعل مع اي حاجه من الحاجات دي، فانا اول خاصيه تهمني هي مقاومه تاثير الكيماويات. دي اول حاجه تهمني في الخواص الكيميائيه. يعني ايه؟ يعني انا عايز اتاكد ان الماده بتاعتي دي ما بتتفاعلش مع الكيماويات، بتقاومها، مش هاجي احطها والاقيها اتفعلت واتفتتت ولا حصل فيها
بقى فيها غازات من جوه ولا الكلام ده كله. زي ايه؟ زي مثلا عندي الحجر الجيبي ده مقاومته للأحماض ضعيفة، ما بحطه في مكان فيه أحماض بيتفاعل معايا يبتدي يتفتت. فطبعا ما ينفعش أحط أجيب حجر جيبي وأحطه في تربة في حمضية مثلا، هيتفتت، مش هيبقى فيه حاجة تشيل حمض. الخرسانة مثلا، احنا عندنا الخرسانة البي اتش بتاعتها من 12 لتلتاشر ونص، مادة قلوية جدا، برضو لما بتتحط في مكان فيه أحماض أو كبريتات، عموما الكبريتات بالذات يعني، فالخرسانة دي بتتاكل، بتتدمر تماما. فانا بيهمني اعرف المقاومه بتاعه الكيماويات بتاعه الماده دي، عشان لو انا مضطر احط ماده في مكان فيه كيماويات هي بتتفاعل معاها، ساعتها ادور على حل بقى، طريقه تانية احط فيها الماده دي بحيث ان انا ما يحصليش تفاعل كيميائي، ما تتفاعلش معاها وما تتاكلش. طيب ايه تاني يهمني في الخواص الكيميائيه؟ يهمني التحمل مع الزمن. يعني ايه التحمل مع الزمن؟ تعريفه ان هي قدرة المادة على مقاومة التأثير الهدام لظروف التشغيل. يعني ايه؟ انا مش فاهم يعني ايه الكلام ده. ببساطة احنا عندنا اي مادة الكفاءة بتاعتها في الاول مثلا بتبقى 100% او 95%، وبعد كده كفاءتها بتبتدي تقل. المواد بتاعتنا نفس الفكرة، هي المادة في الأول بتشيل حمل مثلا الماكسيمم بتاعها إكس، أي رقم، بعد 10 سنين الكفاءة بتاعتها مش هتبقى هي مش هتشتغل بنفس الكفاءة، فالإكس ده هيقل. فأنا بقول إن أنا عندي المادة، لو مثلا اتكلمنا على حاجة زي الخرسانة، خرسانة في أنواع خرسانة في أفضل أحوالها بتشيل 500 كيلو جرام على سنتيمتر سكوير، رقم كبير جدا. طيب هو الرقم ده بيفضل ثابت؟ يعني هي هتفضل تشيل نفس الرقم ده؟ لا، هي مش هتفضل تشيل نفس الرقم ده، هي تيجي بعد 2 3 4 والرقم ده يبتدي يقل، الكفاءة بتاعتها تبتدي تقل. بعد مثلا 10 سنين هلاقي إن الخرسانة شغالة بكفاءة 70% مثلا، 60%. فأنا لازم وأنا بعمل المبنى بتاعي أو بعمل المنشأ بتاعي أخد بالي من الحتة دي، يعني لازم المنشأ ما يجيش مثلا بعد 7 سنين والاقي لا ده المنشأ هيقع خلاص، هينهار، عشان انا وانا بصممه ما خدتش في اعتباري التحمل مع الزمن. فدي برضو من الخواص المهمة. هما دول الخواص الكيميائية اللي تهمني في اي مادة، مش محتاج حاجة تانية ومش لازم اعرف اي حاجة تانية عنها. يعني انا ما يهمنيش المادة دي بقى تفاعلاتها ايه ولا الكلام ده كله، انا يهمني اعرف هي لما بحطها في اي مكان هتتفاعل معاه ولا لا، والتحمل مع الزمن بتاعها قد ايه. بعد كده تاني حاجة هتكلم عنها هي الخواص الطبيعية. زي ما قلنا كده احنا المادة بتاعتنا محطوطة في الطبيعة، فهي في ظروف طبيعية متعرضة ليها، فبالتالي انا محتاجة اعرف الخواص الطبيعية بتاعتها. طب هي ايه الخواص الطبيعية بتاعت اي مادة؟ هي اي حاجة بتعرفني شكل المادة دي ايه وحالتها وهي موجودة في الطبيعة ايه. انا بجيب المادة كده وهي في الطبيعة اشوف الخواص بتاعتها ايه، من غير ما احطها في الحمل، من غير ما اغير فيها اي حاجة. فاول حاجة بنتكلم عنها في الخواص الطبيعية هي الكثافة. الكثافة من الحاجات المهمة لأي مادة، اي مادة عموما بشتغل بيها في اي حاجة، مش شرط بس الهندسة المدنية، كثافة مهمة جدا. طيب هي الكثافة زي ما احنا عارفين كتلة على حجم، بس احنا عندنا في الماتيريال ما بنشتغلش بالكتلة. انا المادة بتاعتي على طول موجودة تحت تأثير الجاذبية، فمينفعش اشتغل بالكتلة، فبالتالي ما بقاش تعريف الكثافة ده ينفعني، خلاص ده ما بقاش نافع معايا. طب خلاص هنعمل ايه، هنتصرف ازاي؟ قالك خلاص هنعمل حاجة اسمها وزن وحدة الحجوم. ايه وزن وحدة الحجوم ده؟ يعني هي بالظبط بتساوي الكثافة، نفس الكثافة بالظبط، هي برضو جاما بتساوي الويت على الفوليوم، بس الفرق ان انا ضربتها في الجي 9.8، فبقت ويت ما بقتش كتلة. بس قالك خد بالك من حاجة بقى، وزن وحدة الحجوم دي وزن المادة من غير فراغات. يعني ايه وزن المادة من غير فراغات؟
استنى بقى انت كده يعني، انت قلت لي وزن المادة، طب هو ايه وزن المادة من غير فراغات ده؟ بسألك ببساطة، انا عندي كل مادة بشتغل بيها عبارة عن جزء سوليد وفي جزء فراغات، جه منين؟ هو جوه المادة، هو موجود، مفيش مادة مفيهاش فراغات، مفيش مادة مصمتة 100%. فأنا كده بقى عندي المادة عبارة عن جزئين، جزء السوليد ده والجزء الفويد، ده ليه حجم في اس وده ليه حجم في فويد، وفي حجم المادة الكلي كلها على بعضها الفي توتال. فوزن وحدة الحجم ده أنا بجيب وزن وحدة الحجم، يعني أنا عندي الحجم مثلا الوحدة بتاعته بالمتر، فأنا بجيب وزن 1 متر تكعيب بالسنتيمتر، فأنا بجيب وزن سنتيمتر تكعيب، 1 سنتيمتر تكعيب. فبقى عندنا القانون ده اللي هو الجاما بتساوي الدبليو على الفي اس، وزن المادة من غير فراغات. وزي ما قلنا هي الجاما هي بتساوي الفو كثافة في الجي. طيب دي وزن وحدة الحجم. طب أنا لو عايز أدخل الفراغات دي معايا، يعني أنا عايز أشوف المادة وهي جواها فراغات بقى، ده اللي موجود في الحقيقة، المادة بالفراغات بتاعتها. فقال لك خلاص هنشتغل حاجة اسمها الوزن الحجمي. ايه الوزن الحجمي؟ هو برضه جاما نوت بتساوي دبليو على الفي، بس المرة دي في توتال، هنا كانت في اس، هنا لا دي في توتال، وزن المادة بالفراغات اللي فيها، حجمها بالفراغات اللي فيها. فقال لك بس خلي بالك من حاجة بقى، انت هنا قسمت على الفي توتال وهنا قسمت على الفي اس، فباللوجيك كده يعني ان لازم الجاما نوت تطلع دايما اقل من او بتساوي الجاما. ليه؟ عشان انا عندي الحجم ده اصغر طبعا من الحجم ده، فانا هنا قسمت على رقم اصغر، فبالتالي المفروض ان الجاما البسط ثابت طبعا W، فلازم الجاما نوت تبقى اقل. طب هي ممكن تساويها؟ اه ممكن تساويها، احيانا بتبقى المادة ما فيهاش غلط، بس يعني ده نادرا جدا. طيب كده احنا عرفنا الوزن وحدة الحجوم والوزن الحجم. طب عندنا ايه تاني بنشتغل بيه؟ عندنا حاجة اسمها الوزن النوعي. يعني ايه الوزن النوعي؟ انا اي مادة بشتغل بيها بنسب الجامة بتاعتها اللي هي وزن وحدة الحجوم دي للمية، فبقول لك ان الوزن النوعي ده هو النسبة بين وزن وحدة الحجوم ووزن وحدة الحجوم من المية، يعني المادة بتاعتي باخد وزن وحدة الحجوم بتاعتها واقسمه على وزن وحدة الحجوم للمية. فبقى عندي رقم كده اس جي، لما اديهولك تطلع منه الجامة على طول، كده كده الجامة الوتر بتبقى بواحد لو انا شغال بالطن على الميتر تكعيب، او شغال بالجرام تبقى 1 جرام على سنتيمتر تكعيب، فكده الجامعة عندي على طول معروفة الجامعة روتر. فبالتالي لما اديك الاس جي تعرف تجيب منها الجامعة. فنيجي بقى نخلي بالنا هنا من اليونتس، ان الجامعة والجامعة نوت اليونتس بتاعتهم كيلو نيوتن على الميتر تكعيب او طن على الميتر تكعيب، كيلو جرام على المتر تكعيب او جرام برضو على سنتيمتر تكعيب. بس الاس جي هي جامعة على جامعة، دي نسبة، فبنقول ان هي يونتلس، ملهاش وحدة. خامس حاجة هنتكلم عنها او الخاصية اللي بعد كده هي المسامية. يعني ايه مسامية؟ المسامية دي زي ما انا اجي اقول كده، انا عندي حتة سفنج، مكعب كده سفنج ومكعب مصمت حديد او بلاستيك، السطح بتاع الاتنين المكعبين دول مختلفين تماما. عندي السفنج ده السطح بتاعه كله فيه فراغات كده، والحديد او المادة التانية اللي عندي مصمتة دي لا، ده السطح بتاعها كله املس مفيهوش اي حاجة، مفيهوش فراغات خالص. فكده بقت هي السفنجة دي فيها خاصية المسامية، ان في مسامية مع السطح، السطح بتاعي مش مقفول، لا ده عليه مسام واصلة لجوه. فبنقول ان المسامية هي درجة انتشار الفراغات والمسام في المادة، بنعبر عنها بقى بحاجة اسمها نسبة الفراغات. ايه نسبة الفراغات دي؟ هي ال E بتساوي ال V void اللي احنا اتكلمنا عنها هناك، حجم الفراغات على ال V total،
او ال V total ناقص ال V S على ال V total برضو، القانون ينفع. طب لو انا ما عنديش حجم المادة، انا المادة بتاعتي مش عارفة احسب الحجم بتاعها اي شكل بقى، مش منتظم ومش عارف احسب الحجم بتاعها، خلاص قالك خلاص احنا قلنا ان ال V total، او قلنا بمعنى ادق ان الجاما نوت بتساوي ال W على ال V total، فبالتالي بقت ال V total بتساوي ال W على الجاما نوت، وكذلك بنفس الفكرة ال VS بتساوي ال W على الجاما، شيل ال V total وشيل ال VS وعوض بالجاما والجاما نوت، فبقى عندك ال E بتساوي الجاما ناقص الجاما نوت على الجاما في 100. دي نسبة الفراغات، ده القانون اللي غالبا بنشتغل بيه، نسبة الفراغات دايما أكبر من أو بتساوي الزيرو، ما ينفعش طبعا نسبة الفراغات بالنيجاتيف، ما ينفعش طبعا، فهي ممكن تساوي الزيرو زي ما قلنا برضو بتبقى في حالات قليلة جدا، أو ممكن تبقى أكبر بقى من الزيرو. طيب هو خاصية المسامية دي هتعملي ايه في المادة؟ يعني أنا ماشي عندي مسام على السطر، المسام دي عملت ايه في المادة؟ عملت لي حاجة اسمها امتصاص المية، أنا المادة بتاعتي فيها مسام على السطح وفي مية، فبالتالي المية دي هتخش جوه، فقال لك امتصاص المية هي قدرة المادة على امتصاص الماء، تعتمد بقى على 3 حاجات، ال3 حاجات هما الفراغات. يعني هي بالنسبة أول حاجة هي بتعتمد عليها الفراغات، مفيش حاجة تانية بتعتمد عليها، بس بنقول إن هي بتعتمد على حجم الفراغات دي قد إيه، اللي هي بقى نسبة الامتصاص تعتمد على حجم الفراغات، وتوزيعها عامل إزاي، واتصالها ببعضها. أنا لو عندي حجم الفراغات قليل فامتصاص المية هيبقى قليل، لو عندي توزيع الفراغات مش منتظم، حبة مثلا على في ناحية واحدة وباقي الجناب ما فيهاش، فالناحية الواحدة دي بس هي اللي هتمتص مية، فبرضه هيبقى الامتصاص قليل شوية. لو الفراغات دي مش متصلة ببعضها المية مش هتخش جوه، المية هتفضل على السطح بره، الفراغات خلاص مش متصلة ببعضها، فهي هتبقى هتخش في الفراغات اللي بره دي مش هتخش جوه خلاص. امتصاص المية ده بقى بيطلع لي حاجتين، في منه نوعين، يعني امتصاص المية الطبيعي وامتصاص المية الكامل. ايه الفرق ما بينهم؟ احنا قلنا هنا ان امتصاص المية بتعتمد على ال3 حاجات دول، حجم الفراغات وتوزيعها واتصالها. طب لو انا عندي حجم الفراغات ثابت خالص والتوزيع منتظم وفراغات متصلة ببعضها بس متصلة بشعيرات دقيقة قوي، فانا لما اجي في الطبيعة اروح حاطة المادة بتاعتي دي كده في المية وسايباها، المية دي مش هتخش جوه الشعيرات الدقيقة دي، هتفضل في الفراغات الكبيرة بس، فمش هتخش في المادة كلها، مش هتملى الفراغات كلها، فبقول ان هو ده الامتصاص الطبيعي. في الطبيعة المادة ما بتملاش الفراغات كلها، المية ما بتملهاش كلها. طيب هو ايه بقى نسبة الامتصاص دي؟ هي المفروض ان هي نسبة المية، وزن المية اللي عندي على وزن العينة، فبقول خلاص هي النسبة بين وزن كمية المية اللي بتمتصها العينة بعد غمرها لمدة معينة في الماء في درجة حرارة الغرفة منسوبة لوزن العينة الجاف. طب وانا ليه حطيتها في المية؟ عشان اضمن ان الفراغات دي اتملت مية، انا باخدها احطها في المية لمدة 24 ساعة تقريبا في درجة حرارة الغرفة العادية ومية درجة حرارتها عادية، واسيبها وبعد كده اخدها اوزنها وانشفها تقف في الفرن لغاية ما تنشف خالص والمية اللي فيها دي تتبخر كلها واروح وزنها تاني. فبقول بقى ان نسبة الامتصاص بتساوي ال W wet وزن العينة وهي مبلولة ناقص ال W dry على ال W dry في 100. طب الامتصاص الكامل؟ لا ده انا هعمل نفس اللي انا عملته ده، بس هسخن المية، هرفع درجة حرارتها لدرجة الغليان. ليه بسخن المية؟ المية لما بتغلي المية لما تبقى سخنة بتخش جوه الفراغات الدقيقة دي، كثافتها بتقل شوية فبتخش جوه الفراغات دي، فهتملالي كل الفراغات اللي جوه، كل الفراغات اللي متصلة ببعضها هتتملي مية. هو ده ممكن يحصل في الطبيعة؟ اه ده ممكن يحصل في الطبيعة، عشان كده لازم اعرفه. فبقول تمام هي نفس التعريف، بس الفرق ان انا هقول هنا احنا قلنا ان هي وزن كمية المية اللي بتمتصها العينة بعد غمرها لمدة معينة في الماء مع رفع درجة حرارة المية لدرجة الغليان، خلي المية تغلي
وبعد كده اسيبها بقى. لما تشوف بعد الوزن العينة الجاف، هعمل نفس اللي انا عملته قبل كده، هاخد العينة احطها في مية بتغلي واسيبها 5 ساعات او 24 ساعة حسب ما الاختبار بتاعي بيقول، وبعد كده اخدها اوزنها، وبعد كده اخدها انشفها واوزنها تاني، وبقى عندي برضو دبليو ويت ودبليو دراي على دبليو دراي، نفس الفكرة، نسبة الامتصاص بتساوي الدبليو ويت ناقص دبليو دراي على دبليو دراي في 100، فهما دول نسبة الامتصاص. من هنا طلع لي حاجة اسمها معامل التشبع. ايه معامل التشبع ده؟ هو النسبة بين الامتصاص الطبيعي للامتصاص الكامل، وده ببساطة مجرد اندكس كده بيديني هو الفرق ما بينهم قد ايه. هل نسبة الامتصاص الطبيعي قليلة قوي والامتصاص الكامل كبير جدا، فانا عندي الفراغات اللي جوه كبيرة متصلة ببعضها والفراغات اللي بره قليلة وضيقة، ولا لا الاتنين قريبين من بعض والمادة تقريبا الفراغات كلها نفس المقاس ومفيش شعيرات دقيقة ما بينها؟ هو ده بيديني اندكس كده عن نسبة الامتصاص، بس هو دايما اقل من او بيساوي الواحد، لان دايما نسبة الامتصاص الطبيعي هتبقى اقل من او بتساوي الامتصاص الكامل، ما ينفعش تبقى اكتر منها. احنا قلنا اصلا احنا بنعمل الامتصاص الكامل ده عشان المية ما بتخشش كلها جوه، فانا لازم اخد بالي من الحتة دي، لو طلع لي اكبر من واحد يبقى انا عارف ان انا عندي حاجة غلط هنا. طب احنا بنتكلم عن المية، المية موجودة في بخار المية في الجو، بخار المية أو موجودة كبحر بقى، موجودة في التربة، مية جوفية، كل الكلام ده، فبالتالي المنشآت بتاعتي أكيد متعرضة للمية، فهجيب حاجة اسمها معامل التطوية. ايه معامل التطوية ده وبحسبه ليه؟ قالك خواص المادة بتاعتي كلها بتتأثر بالرطوبة، نسبة المية اللي هتبقى فيها، فأنا لازم أعرف اعمل كده معامل او اندكس يعرفني الرطوبة دي قد ايه، هتأثر على الخواص بتاعتي دي قد ايه. طب الخواص بتتأثر بيها ازاي؟ مثلا عندنا خاصية زي الضغط، الضغط بيتأثر جدا بالمية، بتقل مقاومة الضغط بتقل، عندنا كده علاقة عكسية كده بين ال RC والإي اللي هي نسبة الفراغات، فبنقول دايما إن مقاومة الضغط بتقل كل ما نسبة الفراغات بتاعتي بتزيد، ولما المية الفراغات دي تبقى فيها مية بتقل أكتر، فبنقول إن معامل التطوية هي مقاومة الضغط للمادة الرطبة على مقاومة الضغط للمادة الجافة. طيب هو أنا بعمل بيه إيه معامل التطوية ده؟ لما باجي أصمم منشأ متعرض لمية دايما، المنشآت اللي بتبقى موجودة بقى في سد أو على موجودة على بحر، أي منشأ موجود خزان، أي حاجة فيها مية على طول، لازم أبقى عارف معامل التطوية بتاع المادة ده. فمن هنا جات لي في يعني معلومة مهمة كده، إن لما معامل التطوية يبقى أكبر من 0.8 المواد دي تبقى مناسبة لمقاومة التقسيم الهدام للرطوبة، يعني المواد دي هتقدر التقسيم الهدام بتاع الرطوبة ده تقاومه، مش هيبقى فيه المشكلة الجامدة دي. طب ليه أكبر من 8%؟ 8 من 10، وأنا قلت إن هي مقاومة الضغط للمادة الرطبة على مقاومتها للمادة الجافة، مقاومة في المادة الجافة دايما أكبر من المقاومة الرطبة، دي دايما أكبر، قلنا ان هي لما مقاومة الضغط بتقل لما يبقى فيه مية او لما يبقى فيه فراغات، فلما تبقى اكبر من 8 تبقى المقاومتين قريبين من بعض جدا، ما عنديش فرق كبير، فبالتالي باخد المواد دي واشتغل بيها في المنشآت اللي هي متعرضة للمية. ونوت مهمة برضو، ان انا بصمم دايما على المقاومة الرطبة، انا مش باخد في الديزاين، مش باخد افضل الحالات واصمم عليها، لا انا باخد اسوأ الحالات واصمم عليها بس. فهو ده معامل التطوير من الحاجات المهمه جدا. بعد كده عندي حاجه اسمها النفاذيه، هو احنا قلنا ان الميه بتخش جوه الماده
بسبب الفراغات. طيب هي دخلت جوه، طب هتنفس بقى من خلالها، هتعدي الناحية التانية، هتخرج من المادة دي. فبنقول ان النفاذية دي هي قابلية المادة لنفاذ الماء خلالها تحت ضغط معين. لو عندي مثلا في الضغط الجوي، فانا عايز اعرف هي المية دي هتنفذ من خلال المادة دي ولا لا. وبعد كده عندنا اخر خاصيتين هتتكلم عنهم تقريبا، مقاومة الصقيع ومقاومة الحي. مقاومة الصقيع احنا تقريبا في مصر ما ملهاش اي اهمية، عندنا احنا ما عندناش درجات حرارة بتقل عن الصفر، فمقاومة الصقيع بالنسبة لنا حتى الكود المصري ما بيتكلمش عنها. بس هي مقاومة من الحاجات المهمة جدا، لأن المية لما بتخش جوه الفراغات وبتبتدي درجة الحرارة تقل عن الزيرو بتتجمد. المية لما بتتجمد حجمها بيزيد، فتبتدي تضغط لي على المادة من جوه. فأنا مثلا أنا مشيلة المادة من بره ضغط، وبقى عندي المية من جوه كمان عاملة لي ضغط زيادة، فده بيعمل لي إجهادات شد عالية جدا. حجم المادة اللي بيزيد ده بيسبب لي إجهادات شد عالية، بتعمل لي بعد كده تشرخات وتآكل في المادة. فبنقول إن مقاومة الصقيع هي مقاومة المادة لإجهادات الشد الناتجة عن الزيادة الحجمية للماء المتجمد داخل الفراغات. طيب هو معامل مقاومة الصقيع تهمني بس لما المياه تتجمد؟ لا، ده يهمني كمان لما المياه تبتدي تدوب تسيح. لما المياه تتجمد وتسيح وتتجمد وتسيح، ده بيسبب لي يعني ضغط متكرر، انا عماله احط حمل واشيله احط حمل واشيله، ده بيخليني الماده من جوه تبتدي تتفتت. انا عماله احط عليها احمال واروح شايلها، احطها واروح شايلها، تتفتت من جوه. اخر حاجه مقاومه الحريق. ايه مقاومه الحريق دي؟ انا لو عندي في اي منشأ حصل حريق، بقى في درجات حرارة عالية جدا، عايزة بقى المنشأ بتاعي ده هيفضل واقف كده وثابت ولا لا المنشأ ده هينهار؟ بعرف مين او انا بحدد الموضوع ده بناء على ايه؟ بناء على المواد اللي انا حطاها جوه المنشأ. لو انا حاطة مثلا ستيل، لو المنشأ بتاعي ده ستيل، هو غالبا مش هيتحمل درجات الحرارة العالية، يعني درجة حرارة معينة وبعد كده هيبتدي الستيل ده ينهار. طيب الخرسانة؟ لا، الخرسانة هتتحمل، مش هتنهار. معامل التمدد بتاعها تقريبا كله نفس القيمة، ومش هتنهار. طب لو أنا عندي المنشأ بتاعي فيه مواد مختلفة بقى، مش مادة واحدة، هلاقي إن فيه مادة بتتمدد ومادة ما بتتمددش، كأني بالظبط جبت كده ورقة وابتديت أشدها من ناحية ومثبتها الناحية التانية شوية شوية، وهلاقي الجزء ده الورقة دي ابتدت تتقطع خلاص. هو ده بالظبط اللي بيحصل في المنشأ بتاعي، إن في جزء بيتمدد وجزء ثابت زي ما هو، فبيحصل شرخ أو بيحصل كسر والمنشأ بتاعي ينهار. طيب هو التمدد ده بيحصل بناء على ايه؟ بيحصل على حاجتين. أول حاجة إن المادة دي تكون معامل التمدد بتاعها كبير أو قليل، خواص الحرارية بتاعتها، أو الخواص الكيميائية. في مواد ما بتتعرض للحرارة بتبتدي تتفاعل مع الأكسجين، أو بتتفاعل مع مواد حواليها وكل الكلام ده. فأنا لازم أتأكد إن المنشأ بتاعي متجانس حراريا وكيميائيا. فمن هنا بقول إن مقاومة الحريق هي عدم حدوث انهيار أو تشرخ في المادة عند تعرضها لدرجة حرارة عالية، بتعتمد على تجانس المادة حراريا وكيميائيا. دي ببساطة الخواص الطبيعية كلها، احنا كده خلصناها. الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن الخواص الميكانيكية بالتفصيل، لان هي طويلة شوية. الكورس كله هنتكلم عن الخواص الميكانيكية بقى بالتفصيل، كل خاصية كده ناخدها نشتغل عليها. بعد كده هنتكلم برضو عن في الفيديو الجاي ان شاء الله المعامل الامان والكود والمواصفات. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا. السلام عليكم ورحمة الله.